ايه المشروعات اللي ممكن تقوم على هذا الطريق يبقى محور للتنمية؟ ما كانتش المشروعات بتكون ذات جدوى اقتصادية في حينه، فكان دايما الدولة تحجم عن انها تستثمر وتنمي هذه الارض المهمة جدا. وبرضه انا بقول ده ليه، الناس دايما تقول طب ليه ما حدش عمل تعمير وتنمية في سيناء؟ احنا دولة مواردها ضعيفة، اقتصادنا دائما منذ خرجنا من تحرير ارضنا في 73 مرورا بما تم من معاهدات السلام الى ان استردنا كامل ارضنا في الثمانينات ورفعنا العلم المصري على طابة وكانت آخر نقطة، ما كانش عندنا الفرصة بإمكانياتنا المحدودة إن احنا ناخد جزء من هذه الأموال نستثمرها في هذه الأرض لقلة عدد سكانها وأيضا لعدم الجدوى الاقتصادية السريعة. يجي حد عنده بقى نظرة، وهنا مش بنمجد ونشكر فخامة السيد الرئيس مجرد كلام، لا احنا بنقول بالاسباب وبالتاريخ وبما حدث واللي الناس شايفاه، بنحلل الواقع واقع وبالارقام. دي منطقه لم يستثمر فيها على مدار 50 سنة بعد ما استردناها اكثر من 50 ل60 مليار جنيه مصري. كنا مجرد الحاجه الضروره ان انا اعمل وحده صحيه، اطور مستشفى في مدينه ما فقط. يجي صاحب هذه الرؤيه يشوف ان المنطقه دي في أحداث 2011 ظهر جليا إنها مستهدفة، إن الإرهاب جاي وعينه على المنطقة دي عايز يسيطر على ده. مين ورا الإرهاب؟ بدأنا نشوف في الأحداث الأخيرة في كيانات محتلة في المنطقة وفي الإقليم عينها على سيناء، وواضح جدا للجميع الآن إن عينهم على هذه المنطقة، فلازم نعمل تعمير. فبقى في يد بتحارب الإرهاب، وفي نفس الوقت وده اللي وضحه دولة رئيس الوزراء، لم ننتظر حتى نقضي على هذا الإرهاب، بدأت التنمية والتعمير. بدأنا بأنفاق قناة السويس، لازم أربط الأرض دي طبعا. عملنا الأنفاق كان ليها برضو فلسفة تانية، دائما الربط كان في نقطة واحدة، من السويس نعبر نفق المشير أحمد حمدي إلى جنوب سيناء، ومنها إلى الوسط والشمال، وكان كوبري السلام وكوبري الفردان كله في منطقة قريبة من هذه المنطقة. احنا جينا عملنا انفاق في بورسعيد، انفاق في الاسماعيليه، نفق جديد الشهيد احمد حمدي 2 في السويس. اذا ربطنا على طول قناه السويس بسيناء. اذا من يريد ان يعبر الى الشمال يعبر الى الشمال مباشره، يقلل الوقت، يقلل استهلاك الوقود علشان النقل ده برضه اقتصاديات النقل في المشروعات. بدات مشروعات اخرى ما كانتش حد يحلم بيها، وهي ميناء العريش. معنى ان عندي ميناء بهذا الحجم، ميناء العريش طول عمره ميناء صغير جدا للصيد، ولما كانت في فكره في عهد الرئيس مبارك لتطوير هذا الميناء كان ميناء يخوت عشان نستغل هذه المنطقه سياحيا، لا احنا النهارده بنعمله ميناء تجاري من الموانئ ذات الطابع الخاص اللي بتقدر تستقبل حاويات وتستقبل بلق، والناس اللي فاهمه في اللوجيستيك والمواني تقدر تستقبل كمان مواني صب، يعني اقدر ادخل عليها خامات، ادخل خرده. طيب هذه المنطقة فيها ثلاث صناعات كبرى، عندي صناعة الأسمنت ومواد البناء في ثلاث مصانع ولشركات عالمية ولشركة مصرية وطنية، عندي صناعة أرقى أنواع الجبس الخام في العالم، الرمال البيضاء كلها في هذه المنطقة في شمال سيناء وفي سهل وادي العريش. يأتي أيضا فحم المغارة، هذا المشروع اللي اتنسى، بدأ في الستينات مع الرئيس جمال عبد الناصر ثم أغلق ب 67، ولما أعدنا افتتاحه في الثمانينات لقينا الجدوى الاقتصادية ليه غير مجدية، محتاج معدات كبيرة، في احتياطي ضخم ولكنه على أعماق بعيدة كبيرة. النهاردة مع ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول أصبح من الأهمية بمكان، لذلك الدولة وجهت منذ 3 سنوات بدراسة وإنشاء مشروع ضخم لتنمية منجم فحم المغارة. يبقى دي منطقة صناعات تعدينية وصناعات مواد بناء. نتنقل بعد كده فين المواطن السيناوي، المواطن اللي عايش هناك، تتعمل أكبر نقلة حضارية للست مدن أو الست مراكز في محافظة شمال سيناء. أنا زرت المحافظة على مدار 10-15 سنة اللي فاتت وشفت ما تم فيها من تطوير، شيء فعلا غير مسبوق. أنت بتدخل مدينة العريش أو مدينة الحسنة أو الشيخ زويد، كل المناطق دي بتشوف نقلة غير طبيعية في النقل، في المية، في الصرف، ايضا في المرافق العامه، يعني اقسام الشرطه وشكلها، الخدمات الحكوميه، انك تقدر تدخل مبنى للسجل المدني، للشهر العقاري، كل مناحي الحياه تطورت.
الصحه. كان عندنا طبيب، عدد الاطباء 8 اطباء لخدمه 10,000 مواطن في شمال سيناء الى 2013. بدا الرئيس بالتوجيه ايه السبب عزوف الاطباء، مش عايز يشتغل في محافظات زي شمال سيناء. لقينا سكن الاطباء، طبيعه المستشفيات وحدثتها، المعدات، افضل نقله حدثت في مجال الصحه لو قسنا كل محافظات مصر، والتنميه في مصر شامله بالمناسبه. يمكن النهارده احنا بنتكلم عن سيناء لخصوصيه الحدث، ولكن هو ده حدث في كل 27 محافظه. سيناء بقى ما كانتش بتاخد اي حصه من التطوير في السنوات الماضيه اصلا. عشان اروح اطور مستشفى هتخدم 20,000 مواطن في مدينة أو مركز، أنا عندي نفس المستشفى دي في بنها ولا في طنطا ولا في بني سويف هتخدم 400,000 و500,000 مواطن. فكان بالطبيعة صاحب القرار هنا يقول لا، أنا أحط الاستثمار ده في المكان اللي هيخدم عدد مواطنين أكبر. يجي هنا فلسفة القيادة، لا أنا عايز المكان ده يبقى جزء من بلدي، مرتبط جدا بالوطن، في كل سبل الحياة، عشان أقدر أخلي فيه جذب للمصري اللي عايش في الوادي والدلتا يتحرك هناك. وده هدف على مدار التاريخ محمد علي بدأه بالمناسبة، وعمل هو أول حد أنشأ مديرية العريش، كان محمد علي، وكان فكره أنه ينقل الناس من الزحمة اللي في الوادي، وقته كان بيقول عليها ازدحام، ما بالك النهاردة. فبدأنا نبقى جاهزين لاستقبال مستثمر محلي، مستثمر أجنبي، مواطن مصري. أهل سينا نفسهم أصبح، أنا بقول المحافظتين دول شمال وجنوب سيناء نسبة البطالة في حدود السنتين اللي جايين هتكون صفر. بالعكس هم يحتاجوا أيدي عاملة. ففعلا حجم التنمية اللي هناك ضخم جدا، وبالتالي هيستوعب كل الإيد العاملة اللي موجودة في سيناء، فهيحتاج إيد عاملة زيادة من بقية المحافظات. بالظبط. يا نهار أبيض. طيب يمكن أنا فاضل لي دقيقة، قول لي كمان، أصل أنا مش عايز أروح بصراحة، أنا سامع الكلام وأنا مبسوط، حتى تلاقيني ساكت. فاضل لي دقيقة تزودني فيها. أقول لحضرتك أزودك حاجة مهمة جدا، وهي استدامة التنمية. فكرة التنمية في سيناء عموما النهاردة الانتجريشن، الربط، يعني إيه؟ يعني أنا كنت ممكن أستهدف التنمية في الصناعات التعدينية وأقول عندي ثروات تعدينية وخامات محجرية وأجيب شركات تستثمر في هذا القطاع وفقط، وبناء عليه يتم بعض الثراء للمقيمين وأهل سيناء. لا، أنا الفكر المرة دي السياحة فيها تنمية، الزراعة فيها تنمية ضخمة جدا، البنية التحتية، الكهرباء والطاقة، السكان، الأسرة، إن أنا أعمل التعليم. أول مرة يكون في سيناء جامعة، كانت جامعة العريش تتبع جامعة قناة السويس فرع فقط، النهاردة في عهد الرئيس السيسي أصبحت جامعة مستقلة بكل كلياتها، جامعة الملك سلمان في الجنوب. فإذن التنمية على كافة المحاور، فدي تنمية متكاملة، تنمية مستدامة، نقدر نطمن ان ما تم انفاقه ال 600 مليار جنيه اللي اعلن عنهم دولة رئيس الوزراء واللي هيتصرف زيهم في الخمس سنين القادمة، اقدر اجني ثمارهم يعيشوا مصر كلها من خير هذه المنطقة الغالية علينا.